تتجوز باز؟ أم أهلنا مش موافقين. تعلق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهدي، فعاش كما عشنا فأصبح ناميا. كيف رحتكم مهمة للتانيين؟ احنا من حقنا نحب، من حقنا نكتب قصايد حب حتى لو من بلد مش مستقل. يا وليد، في عنا أبطالنا هان اللي بتقدر تتفرج عليهم وتعرفهم وتكون زيهم. بالروح بالدم نرضيك يا شاهين. رح تسعدي إذا تجوزتي ورد، رح تصير حياتك أحسن. بس احنا لو عنا خلصنا تعليمنا، هي صارت مهندسة وانا صرت استاذ جامعة، كان وافقت. لا بنتي بتقدرش تعمل اشي بدون وافقتك.